وأرحب الآن مع دكتور مطانس شحدة، وهو عضو كنيسة سابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. يعني نتحدث عن تلفيق الاتهامات ليوسف أبو جابر وأيضا لعصيبي من حورة النقب، يعني كيف برأيكم يمكن التعامل مع تصاعد الانتهاكات ضد المجتمع العربي في البلاد؟ قلنا احنا اعتدنا في المجتمع الاسرائيلي الفلسطيني في الداخل، اعتدنا على سياسه الشرطه، سياسات التزييف والكذب. هذا ليست الحوادث الاولى اللي تتهم فيها الشرطه الفلسطينيين بارتكاب اعمال ما يسمى اعمال ارهابيه، ولكن في نهايه المطاف يتضح مثل ما كان مع ابو القعان في النقب وغيره من الاحداث، انه روايه الفلسطيني وروايه المجتمع الفلسطيني وروايه العائله تكون هي الصحيحه وهي الصادقة، ولكن الشرطة لأهدافها هي تحاول تشويه عمليا المجتمع العربي ككل وإلصاق التهم به، خاصة في مثل هذه الحوادث التي يتم عمليا قتل بدم بارد، قتل فلسطينيين بدم بارد على أيدي قوات الشرطة. وكما تعودنا من عام 2000 لغاية الآن لم يقدم أي رجل شرطة للمحكمة بتهمة قتل مواطنين عرب وإطلاق النار، حتى لو كانت مخالفة للقوانين إطلاق النار لدى الشرطة نفسها. لذلك المطلوب الآن الاستمرار والمطالبة بتحقيق جدي حيادي في حالة حادثة تل أبيب بمشاركة السفارة الإيطالية لكشف يعني ما حصل فعلا على أرض الواقع وكشف كذب رواية الشرطة. هذا للدفاع عن كافة المجتمع الفلسطيني وليس فقط للدفاع عن المتهم من قبل الشرطة في هذه. نعم، طب برأيك ما هي الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لدعم مطلب إجراء هذا التحقيق الشامل والشفاف؟ يعني يجب أن يتخذ أيضا أعضاء الكنيسة أو ربما القادة في المجتمع العربي خطوات عملية لدعم هذا المطلب. يعني الجميع يجب أن يكون المطلب هذا مطلب مشترك وموحد لكل قيادات المجتمع الفلسطيني في الداخل، الأحزاب، لجنة المتابعة، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الحقوقية، والتوجه إلى الحكومة الإيطالية أيضا لتكون شريكة في هذا المطلب، والتوجه أيضا إلى المؤسسات الدولية. يعني كان في السابق بعد قتل 13 شاب فلسطيني عام 2000 كان في حديث وكان في مطلب للتوجه إلى مؤسسات حقوقية عالمية، ولكن توقف أو لم يكتمل هذا المطلب ولم يترجم على أرض الواقع. ربما الآن الوقت المناسب لإعادة هذا المطلب وفتح هذا الملف أيضا والتوجه إلى محافل دولية، مؤسسات حقوقية، مؤسسات حقوق إنسان لحماية المجتمع الفلسطيني في الداخل من نيران شرطة إسرائيل للتحقيق في الحادثين الأخيرين وأيضا في حوادث سابقة. يعني برأيك أن المجتمع العربي في البلاد يستطيع أن يعول دوليا أو على حماية دولية ربما للحد من هذه الانتهاكات الصارخة بحقه؟ اولا يعني واضح انه لا يمكن ان نعول على الشرطه ولا على فحص داخل ولا على تحقيق داخل تقوم به الشرطه دائما. يعني وحده التحقيق مع رجال الشرطه ما حاش كانت تتبنى الروايه الرسميه للشرطه وللحكومه والمؤسسه الامنيه وتصف الى جانب المؤسسه الامنيه، حتى لو فيما بعد اتضح انه الروايه كاذبه مثل ما حصل مع ابو القعان في النقب. لم تتراجع الشرطه، لم تعتذر، لم يعني يكون اي تقديم للمحكمه للشرطي اللي اطلق النار. ولذلك لا يعني التعويل علينا انفسنا نفسنا على النضال الفلسطيني في الداخل، النضال عبر الادوات البرلمانيه والقضائيه والحقوقيه ولجنه المتابعه، وايضا التعويل نعم على المؤسسات الدوليه اللي اصدرت تقرير قبل عام تقريبا، تقرير حول احداث هبه الكرامه في ايار 2021 وقالت بشكل واضح ان هناك يعني سياسات عنصرية وتمييز وإطلاق نار تجاه المجتمع الفلسطيني، ووصفت ذلك بسياسات الأبارتايد حتى داخل حدود 48 مثل أمنستي إنترناشونال والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة. يجب إعادة التوجه لهذه المؤسسات نعم وفضح إسرائيل في الساحة الدولية والضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال المؤسسات الحقوقية الدولية. نعم، يعني كمان سؤال آخر، كيف برأيك يجب على المجتمع العربي التعاطي والتعامل مع كل هذه الأحداث؟ طبعا هذه أحداث تتكرر، كيف يجب على المجتمع العربي من وجهة نظرك أن يتعامل مع هذه الأحداث الميدانية؟
أولا يجب أن نتخذ الحذر، لأن السلطة الإسرائيلية لا ترى في المواطن العربي كمواطن، ولا تتعامل مع الفلسطينيين في الداخل كمواطن متساوي بل كعدو. يعني كلنا سمعنا تصريحات قائد الشرطة شفتاي في المدة الأخيرة وقبله كثيرين يعني من قيادات الشرطة، الاستهتار بحياة المواطنين العرب، الاستهتار برواية المواطنين العرب حتى في هذه الحالات. وكل تذكر قصة الفتى الشاب الحلاق في القدس اللي قتل على يد رجال الحرس الحدود والجيش الإسرائيلي. ثانيا نعم يجب أن يكون نضال جدي والضغط على الشرطة ومقاطعة الشرطة من قبل سلطات محلية عربية، أعضاء الكنيسة، الأحزاب الفلسطينية في الداخل، أن تقاطع شرطة إسرائيل إلى أن تغير من نهجها وفي تعاملها مع المجتمع العربي، والتعامل معنا كمواطنين متساوين وليس كأعداء. لا يمكن لشرطة مدنية أن تتعامل مع العرب كأعداء وفي نفس الوقت تدعي أنها تدافع عنهم أو تريد محاربة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي. لا يمكن التعايش مع هذه الازدواجية، ويجب تغيير منهجي وتغيير ثقافة رجال الشرطة بشكل كامل. يعني في ظل وجود هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، ألا توجد تخوفات لديك من أن هذه الأمور ستتكرر أكثر وستتصاعد ميدانيا أكثر؟ نحن نعلم وجود إيتمار بن غفير وتصريحات إيتمار بن غفير العنصرية، ألا يوجد تخوف كبير على المواطنين في المجتمع العربي؟ لا طبعا يوجد تخوفات، ويوجد لأن هناك تهديد واضح قبل الحكومة من قبل بن غفير وغير بن غفير. يعني سموتريتش قبل سنة أو عام ونصف من منصة الكنيسة هدد المجتمع العربي بنكبة ثانية. اليوم من يشغل وزير خارجية إيلي كوهن من منصة الكنيسة هدد بنكبة ثانية، ومن شغل وقتها وزير المالية إسرائيل كاتس أيضا هدد من منصة الكنيسة ببث مباشر المواطنين الفلسطينيين في الداخل بتكرار النكبة، ويعني تهديد بإبادة جماعية. هذا هو التهديد، هذا التهديد بالنكبة، التهديد بالقتل والتهجير، هذا هو التهديد من على منصة الكنيسة. كل الحكومة هاي عدائية وعنصرية تجاه المجتمع العربي وكذلك الحكومات السابقة، لكن الآن التهديد مباشر. لذلك نعم يجب أن يكون مقولة جماعية ووحدة حال لدى المجتمع الفلسطيني في الداخل للتصدي لهاي السياسات بمشروع وحدوي واضح يطرح الحل الديمقراطي للجميع، خاصة في هاي الظروف وخاصة في فترة الاحتجاج اللي عمليا تكون الآن في الشارع الإسرائيلي. يجب أن يكون مطلب ومشروع واضح جماعي لدى الفلسطينيين في الداخل، المواطنة المتساوية، دولة المواطنين، وإيقاف كل مظاهر التمييز والعنصرية والعدائية والتهديد تجاه المجتمع. نعم، اسمح لي أن أشكرك جزيلا الشكر الدكتور إيتمار يوسف شحاده، شكرا جزيلا لك.